شوف القمم اللي وراي. أسعد الله صباحكم بالخير. شوف القمم اللي وراي. الجبال هناك. احنا في وسط الحرة الآن. ما شاء الله، أول ما صحينا الفجر درجة الحرارة 5. يعني باقي شوي تصير صهر درجة تجمد. الارتفاع 1755 متر. ما شاء الله، هدوء، سكينة، ما تسمع شيء نهائي. في التربة سبحان الله كلها بركانية. باتجاه العلا بإذن الله. تقبلوا تحياتي، شكرا لكم. ما شاء الله تبارك الله، صباحكم الله بخير. الساعة 3 الفجر، لا إلا 3. ما شاء الله ممطورين وعلينا خير. يا الله لك الحمد، اللهم لك الحمد. في منطقة العلا، اللهم زد وبارك إن شاء الله. تقبل التحيات. بسم الله. سبحان عليك. تقبل التحيات. ما شاء الله تبارك الله. شلال صغير على قد حجم الجبل. لأن ما فيه علاوي ورا ظهر ورا. راس واجتماع ما نزع. سبحان الله. أسعد الله صباحكم بالخير. يا مرحبا ومسهلا. ما شاء الله ما شاء الله.